ده راجع لبنية الكلمة، صيغة الكلمة في الماضي. في المضارع يستجزم الأطفال لقضاء بعض الوقت، لكن لا يكون فيه ميزان، لا يكون فيه مقامرة، لا يكون فيه إرهاق للنفس، لا لا. لكن لا تتكرر هذه المشروعات كثيرة. هذا الزمن النحو، نعم. 12 زمن، نعم. خلاص؟ خلاص. وأدي النحو والمناهج الحديثة. هذا لك. بكم يا أستاذ؟ لا لا حضير. شكرا يا أستاذ. شكرا. وفقك الله. آمين يا الله. هل زرتم إلى إندونيسيا يا أستاذ؟ زرت قبل ذلك، نعم. وذهبت إلى الجامعة يوكارثا وكذا ماذا وبندون. إذا عرفتم كثيرا أستاذ سانيدو. نعم. وكذلك أستاذ سانتو الأنوار. نعم. نعم. من جامعة سنان كاليجاغا. من يعرف؟ وسلامي إلى الجميع إن شاء الله، وسلم لي عليهم جميعا إن شاء الله، وأتمنى لك التوفيق، وإن احتجت أي شيء فراسلني عبر الواتس. نعم. وهذا رقمي. سائل على سائل بايه؟ سائل على سائل بايه؟ مزج. ميم زين جيم. إذا وضع الجامد على الجامد يبقى خلط. إذا وضع السائل على السائل بايه؟ مختلف يا أستاذ. ها؟ مختلف. مختلف. نمرة مختلف مع نمرة حديثا في واتساب. لا نفس الرقم. نفس الرقم. هذا نمرتكم. نمرتكم. هذا رقم نمرتي. أحسن أحسن. ممكن تراسلوني عبر الواتس لأي مشكلة في البحث أو نحو ذلك، وأفيدك إن شاء الله. وأسأل الله لي ولك التوفيق، لكن مدتك في مصر قصيرة. يعني كنا نود أن تدرس في مصر فترة أطول حتى تستفيد. لكنك متعجل سريعا سريعا. نعم سعد. في عملها أو في السعادة. لا بأس. لا بأس شخص. الله سبحانه وتعالى يحرم على المسلم أن يكلم مسلمة. أنا أريد أن أسألك. إذا ذهبت